أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
تكلم الناس في المهد وكلا فتنفخ فيها
Bye.
وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هكذا اخوات الايمان والاسلام عشنا خاشعين منصتين لايات الله رب العالمين. قد تلعن مستمع حضراتكم ذلك والعالم القراني قري مصر والعالم الاسلام الاجمع فاضله الاستاذ القارئ الحاج عبد الباسط الزغني احمد جبريل القرية المقيم في جنبها التابعة لمركز مدينة بشويس ادارة الشكاكو وكبرى مركز فرس الحديث والمرقمي ادارة المعلم طيف العباسي المعلم طيف العباسي وخطف المقيم بنادع بكري حضر السلام عزيز شكا الله سعيد جميع.